على التليفون السفير جمال بيوم مساعد وزير الخارجيه الاسبق. يا سعاده السفير مساء الفل. مساء الخير، اهلا بك. عايزين نبدا من زياره بلينكن، بدات بالقاهره اسرائيل فلسطين، شايف الزياره دي شكلها ازاي؟ يعني حمله انقاذ سريعه، لان الواقع الموقف صحيح اللي جاري على الاراضي الفلسطينيه غير مقبول حتى للولايات المتحده، لان عقلاء الولايات المتحده بيجدوا انه استفزاز الشعوب العربيه بهذا الشكل، يعني يقيم حالة من العداء ولا مصلحة لأمريكا فيها إطلاقا. وأظن يعني زملائنا وأصدقائنا من الدبلوماسيين الأمريكان يقولون لك كده بكل صراحة، يعني الخطورة إن جدت علينا حكومة لا نظير لها منذ صحيح إسرائيل، ومنذ إسرائيل في ظاهرة غريبة شوية يمكن ما تاخدش بالنا، إن ما فيش حزب استطاع أن يحصل على أصوات تكفي إن هو يحكم بمفرده. ده حقيقي. من سنة 48 للآن دائما الحكومة بتبقى حكومة تحالف بين حزب وحزب، لكن لأول مرة يضطر بقى نتنياهو هو نفسه يميني متطرف إلى أنه يتحالف مع الأكثر تطرفا، وناس مش مدركة يعني إيه علاقات دولية، ومش مدركة يعني إيه وزير يعني يدوس بأقدامه اتفاقية اللي عقدت أيام رحمة الله عليه ياسر عرفات، وهي اتفاقية تحدد في احترام للأراضي الفلسطينية في حدود 4 يونيو 67، يوم هو يزور المسجد الأقصى، والكل أجمع أن لا المسجد الأقصى كان مكان اللي يسمى بالهيكل، وعملوا حفريات، صرفوا ملايين على عمل حفريات تحت المسجد الأقصى، وعلى رأي أحد أصدقائنا الفلسطينيين لو وجدوا طوبة كانوا عملوا عليها قصة. ده حقيقي. فإيه الفكرة أنك تثير أحقاد على اساس اساطير لا واقع معها وتفضل في حاله العداء؟ هنا بنيجي بقى لاشد اصدقاء اسرائيل في الولايات المتحده، حتى اللوبيين نفسه ابتدى يتراجع ويقول لهم ان ما لم ترضوا بحل الدولتين فلا مستقبل لهذه الدوله. انا يعني دايما اقول بيشاركوني في الراي، غمض عينيك 30 سنه وقول لي ما هو مستقبل اسرائيل بالسياسه الحاليه بعد 30 سنه وهي تحتل الجولان وتناصب جنوب لبنان العداء وتناصب 6 مليون فلسطيني عايشين مع 7 مليون اسرائيلي. هيجي يوم الفلسطينيين هيزيد عددهم عن الاسرائيليين، وما عادش فيه الهجره على فكره من ايام شبه توقف التهريب. بالضبط، من ايام اتفاقيه السلام المصريه واليهود العالم ما بقوش حريصين قوي على الهجره لاسرائيل، فما حدش بعد بيهاجر لاسرائيل، بالعكس بقى في هجره عكسيه. يبقى ما هو مستقبل 6 مليون يهودي محاطين ب 180 مليون بتوع نصيبهم العداء؟ امريكا حريصه على حل حقيقي للازمه؟ امريكا لازم تتعلم الدرس، لان مش كل امريكا، انت عندك 4 مؤسسات في امريكا، عندك الرئاسه وعندك الكونجرس، دول يخضعوا الى حد ما للضغوط الانتخابيه، لكن انا بطمئن قوي لراي وزاره الخارجيه الامريكيه وراي وزاره الدفاع، دول بيقروا الملفات فبيشوفوا المصالح الامريكيه.